مشاهدينا، احنا بنختتم الجولة مع حضراتكم بالتوقف مع مجموعة من أبرز وأهم العناوين الرياضية اللي بتتصدر الصحف والمواقع الرياضية في مصر. هنبدأها من صحيفة الجمهورية. الأهلي يستعد للزمالك بهجوم أجنبي ودفاع حديدي. من الوفد السرية شعار ميران الأهلي استعدادا للقمة. المصري اليوم حسام عاشور يجدد عقده مع الأهلي على بياض. الوطن سبورت البدري يحذر لاعبي الأهلي من الاستهانة بالزمالك. الشروق الأهلي يرصد مكافآت خاصة للفوز بالقمة. اليوم السابع الخطيب يحفز نجوم الأهلي للفوز بالقمة 115. فيتو الأهلي يضع خطة مواجهة الزمالك. دوت مصر سيد عبد الحفيظ يحدد احتياجات الأهلي في انتقالات يناير. ويورو سبورت عربية البدري لا يعرف الهزيمة في القمة. هنختتم هذه الجولة مع أهم الأخبار الرياضية المرتبطة بالنادي الأهلي والمحلية والعربية والدولية بفقرة أو بالعودة إلى التاريخ وفقرة زي النهاردة. زي النهاردة يوم 7 يناير عام 1983 فاز الأهلي على الزمالك بهدف في المباراة اللي أقيمت على ملعب استاد القاهرة في القمة رقم 51 في ختام مباريات الدور الأول موسم 1982-1983. وقدامنا طبعا على الشاشة لقطات من ذاكرة الرياضة المصرية لهذه المباراة. سجل هدف هذه المباراة نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن زكريا ناصف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني. بكده بنصل إلى ختام هذه الجولة، ومرة تانية أنا بشكر حضراتكم على المتابعة وسعيد جدا بالدعوة الكريمة اللي تلقيتها من الصديق العزيز والأخ الناقد الرياضي الأستاذ أيمن بدرة لأكون ضيف على حضراتكم النهاردة وموجود معاكم على شاشة قناة الأهلي. وبأكد مرة تانية إن شاء الله تشهد هذه القناة تطويرا كبيرا في الفترة المقبلة من حيث المضمون والمحتوى وكل الخدمات الإعلامية اللي بتقدم لكل أعضاء وجماهير النادي الأهلي ومحبي النادي الأهلي داخل وخارج مصر من خلال الموضوعات والمواد الإعلامية المختلفة اللي هتقدم في الفترة القادمة وتكون بتحظى بقبول ورضا الجماهير في كل مكان. بشكر حضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.